خويا البرمجه خويا تعتبر امي اذا كنت لا تتقن لغه برمجيه. الان في 2021 تعتبر انسانا اميا كما يعتبر شخص اميا عندما لا يدرك القراءه والكتابه. فنفس المساله عندما لا تكون تدرك لغه برمجيه واحده او واحده. لهذا نهيب بوزاره التربيه الوطنيه ان تدرس ابناءنا. عقلتو انا تنهضر مع القدام، عقلتو شحال حنا لونغلي لونغلي. انا راه يمكن من 2009 وانا تنقول لونغلي، تعلم الدراري الصغار لونغلي الحمد لله. بداو شوف دابا من 2009 بدات يبان واحد التوجه، هي الحكومه بات تبدا في لونغلي. ايوا راه دابا حنا غنقولوها في 2021 ان شاء الله غنشوفها في 2030. راه الدراري دابا البراهج اللي بعالك، الدراري اللي في التحضيري 7 سنين 8 سنين راه خصهم يبداو يقراو لغه برمجيه دابا. خاصو ولدك يقرا لغه برمجيه، لانه الا ما عرفش يقرا شي كون شي كيفاش كتديه تخلص عليه سونتر ديال سونتر امريكان ولا سونتر فرونسي، خاصك تمشي تخلص عليه يقرا البرمجه. حيت دابا تعتبر امي الا ما كانش عندك لغه برمجيه، تعتبر اميا. فلهذا المهم انا تنهضر مع الاباء اللي شويه في شكل شوفوا لولادكم دي سونتر فين يقراو البرمجه، اقرا لغه. راه كاين اللغات البرمجيه اللي هي بسيطه، وكاين ما عرفتش في المغرب واش كاينين دي سونتر، لان باش تقري تلميذ او لا طفل البرمجه ماشي هي دري كبير، ولكن ما عرفتش انا واش كاينين هنا في المغرب. ديجا شفت انا تفاجات مؤخرا انه كاينين دي سونتر اللي تيقريو الروبوتيك للدراري الصغار. هذه شي حاجه واعره بزاف. كاين واحد يمكن في كازا، وكاين واحد في فاس. كان واحد السيد جا عندي البارح قال لي راه كاين شي واحد في فاس. هذه حاجه واعره، ولكن راه المهم البرمجه خاصها تقرا الدراري الصغار. ما كرهناش وزاره التربيه الوطنيه انها واخا انا هادشي عارف ما غادي يديوها فيه، هما تقراو تقريتهم قراو تبابو فيه مزيان شوفوا لهم البرمجه. وي راه البرمجه راه شي حاجه ضروريه الخوت والله. اللغه البرمجيه الناس اللي كيشوفوني وبغاو يتعلموا لغه برمجيه، انا راه احسن لغه برمجيه اللي بغى يبدا اللغه البرمجيه اللي بغى يبدا البرمجه هي البيتون. هاد المسخوطه هاد اللغه هادي مسخوطه دايره بحال لونغلي، شي لونغلي هي البيتون سهله وعمليه تخدم فيها حتى في مجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وبيك داتا وهذا واتساب بلوك تشين تخدم لي البيتون. بيتون سهله وواعره. هادشي ديك وتتبرمج بها حتى الويب. وانتم كبار وما قريتوش البرمجه ما نحاولوش داكشي اللي حتى انا ملي كنت صغير راه ما كنتش نقرا البرمجه. انا ملي كنت صغير ما كانش هادشي. هذا جيل جديد وخاصنا نواكبوا الاطفال ديالنا، خاصنا نمشيو مع الجيل الجديد ديالهم، خاصنا نمشيو من دابا مع الجيل الجديد ديالهم. الوقيته ديالهم دابا هي البروغراماسيون. حنا وقيتنا ما كانش هادشي، ولكن وقيتهم هما البروغرام. خاص تمشي مع ولدك باش غدا ولا بغدا يقول لك ميرسي بابا